تحتفل الجمعية بأبناء ديالها والبنات ديالها والعطور ديالها باليوم بعيد الميلاد ديال السنة الأمازيغية اللي احنا هذه ثقافة اللي احنا بغينا نوصلوها لهاد الوليدات كذلك، واخا عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة تنعملوا عليها. وكذلك كان مناسبة أخرى لأنه وليدات هذه الجمعية حصلوا على كأس العرش ديال ذوي الاحتياجات الخاصة في القاعة. إذن هذا جوج حفلات عندنا، رغم أنه مع الأسف الشديد كان بإمكان ديالنا كتبنا العمال سواء ديال أنفاس سواء ديال نواصر باش يديروا واحد يستقبلوا هاد الوليدات ويشجعوهم على هاد الجهد وعلى هاد المبادرة، لأنه كأس العرش بالنسبة لنا حنا حاجة متميزة. ولكن ما جا حد، ولكن حنا راه نديروا معاهم حفله وغادي ندعموهم حنا ونديروا الواجب علينا نيابه عن العمال. مع الاسف تنتمنى يكون مانع ديالهم خير هذا الشيء اللي كاين، وتنتمنى تكون الحفله راقت هاد الوليدات. هذا هو الاخص بين عندي انا، يكون كل شيء فرحان ويكون كل شيء عارف الثقافه ديال الامازيغيه ويعرفوا راس السنه ديال الامازيغيه. اذا هذا هو الاساس بالنسبه لي انا، هو الحفل يكون مزيان، يكون الدراري فرحانين، يكونوا الاباء فرحانين، يكون هذا الشيء في المستوى ديال اللي قدرنا عليه راه هو تنديروه. نعيش هذه اللحظات التاريخيه الوطنيه التحسيسيه. لماذا اقول تحسيسيه؟ لانها تروم تنشئه اجتماعيه لذوي الاحتياجات الخاصه، ندخلهم ونقحمهم في كل ما هو وطني، في كل ما هو دولي، عند المحطات المحتفى بها، ليشعروا بانهم كالباقين، الكل واحد وعصيرة واحدة تجمعنا، وحب الله والوطن والملك.